الحديث الخامس: امسح ذنوبك مع الأذان. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه، رواه مسلم. في هذا الحديث يبين النبي صلى الله عليه وسلم فضل الذكر بعد الأذان الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أشهد، وفي رواية وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا، أي رضيت بربوبيته وبجميع قضائه وقدره، وبمحمد رسولا، أي بجميع ما أرسل به وبلغه إلينا من الأمور الاعتقادية وغيرها، وبالإسلام، أي بجميع أحكام الإسلام من الأوامر والنواهي، وبالإسلام دينا، أي اعتقادا أو انقيادا. فإن من قال ذلك حين يسمع الأذان غفر له ذنبه، أي من الصغائر.